بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Extreme Programming Testing Difficulties، أو الصعوبات اللي بتقابل عملية الاختبار في Extreme Programming. شوف مع بعض، بنقول XP Testing Difficulties أو الصعوبات اللي ممكن تقابل الاختبار في Extreme Programming. بنقول أول واحدة يا جماعة ان المبرمج دائما ما بيكون مهتم بعمليه البرمجه اكتر من عمليه التستنج معايا، ودايما بيفضل انه يبرمج اكتر ما يختبر. لكن الموضوع ده صعب. صعب ليه؟ لان البرمجه الكتيره اكيد هينتج عنها اخطاء، فطبعا عمليه التستنج لما تقل الاخطاء تكتر. فده احد الصعوبات اللي ممكن تقابل عمليه الاختبار، ان المبرمج عاده بيفضل البرمجه عن الاختبار. معايا؟ طيب، عشان كده عادة هم ما بيعملوش اختبار كامل، يعني اختبار لوظيفة او اتنين او تلاتة، لكن بقية الوظائف ساعات بتبقى ايه، يظهر منها اخطاء غير متوقع. معايا؟ عشان كده بنقول مع بعض programmers prefer programming to testing and sometimes they take short cuts when writing tests. بيختصروا عملية الاختبار. For example, they may write incomplete tests، يعني ممكن يعملوا ايه، تيستس مش كامل. Don't check for all possible expectations that may occur. وما بيختبروش كل الحاجات اللي ممكن تحصل المتوقعة، أو ممكن جميع الاحتمالات المتوقعة أثناء عمل الاختبار. معايا يا جماعة؟ طيب، بعد كده بنقول إيه بقى؟ في الاكستريم بروجرامينج يا جماعة بيبقى صعب إنك أنت تعمل حاجة اسمها تيستنج انكريمنتلي. يعني إيه؟ يعني اختبار متزايد، يعني اختبار يعتمد على اختبار يعتمد على اختبار. معايا؟ يعني أنت بتختبر وظيفة معينة، وبعد كده تختبر وظيفة تانية، وظيفة تالتة، لكن عملية التسلسل بقى، هل الوظيفة التانية فعلا بنيت على الوظيفة الأولى؟ هل الوظيفة التالتة بنيت على الوظيفتين الأولى والتانية؟ بنسمي عملية الاختبار المتزايد ده عملية اسمها إيه؟ تيستنج انكريمنتال. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي بتختبر بطريقة متزايدة، يعني بتشوف الفانكشن الأولانية اعتمدت على التانية، طب والتالتة اعتمدت على التانية؟ معايا يا جماعه؟ بقول لك في الاكستريم بروجرامنج بقى صعب الحكايه دي. ليه؟ لانك انت بتست كل جزء على حده. معايا؟ لكن الورك فلو او تدفق او سير العمل، لا، صعب انك انت ايه تعمل لها اختبار. بنقول مع بعض كده، some tests can be very difficult to write incrementally. For example، لو انت مثلا على سبيل المثال بتعمل تيست او اختبار لكومبلكس يوزر انترفيس، لواجهه يوزر مستخدم صعبه، عادة بتبقى صعب انك تعمل ايه التسلسل اللي قلت لك عليه دوت. مثلا ممكن تختبر وظيفة واحدة وليكن مثلا ديسبلاي لوجيك، ها؟ لكن الورك فلو بتوين سكرينز صعب جدا انك انت ايه تختبرها. جميل. او سير العمل بين الايه الشاشات بيبقى صعب الاختبار بتاعها. طب ايه كمان يا جماعة؟ بيقول لك لو انت تفتكر معايا، احنا بنقول كنا بنعتمد على مجموعة من الاختبارات، صح؟ بيقول لك التكامل ما بين مجموعة الاختبارات ديت ممكن تكون مش مظبوطة، تكون ضعيفة. معايا؟ يعني عشان ايه نقول ان الوظيفه بقت متكامله؟ يعني ايه؟ يعني جميع الاختبارات تمت واكملت مهمتها، وفعلا اتاكدت ان البرنامج كله يعمل سليم. ها؟ ده صعب جدا انك انت تحققه، لان كل برنامج هيقوم ايه، هيختبر وظيفه واحده بس، لكن التكامل ما بينهم صعب. طيب نقول مع بعض، it is difficult to judge the completeness of a set of tests. صعب جدا انك تحكم على تكامل او اكمال كل تيست، اكمال كلهم على بعضهم اكملوا العمل ولا لا، كل تيست او كل اختبار قام بوظيفته، هل هم ادوا المهمه كامله ولا لا. Although you may have a lot of system tests، انت ممكن بالرغم انك تبقى عندك تيست كتير جدا، your test set may not provide a complete coverage. يعني ممكن بالرغم انك انت عندك يا جماعه ايوه اختبارات كتيره جدا انت عملتها، لكن ممكن ما يكونوش بيكملوا بعض، ما يكونوش غطوا كل البرنامج اللي انت بنيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.